السلام عليكم، نورتوا شباب. وصلن طيور جدد صغار مرزق، هذا اشعل بسود وهذا احمر. ان شاء الله نسوي هنا ليف مثل ويفر، ماشي. وهذا اكل مالهن، دخن وذرة، شوفوا دخون. وهاي الابيض، هاي اكل مالهن، وهذا مي، وهذا فحل، وهذا نتي، ماشي. ان شاء الله نسوي هنا ليفات فت اسبوع واعزلهن حتى الافتهن يصير اكثر. يعني اذا اثنين ويتربون بنفس المكان ونفس القفص ما يصيرون اليف هواي، لازم تعزلهن. هاي النثية وهاي الفحل، هاي اشعل بسود. اللي ما يعرف اشعل الاسود شلون شكله خليه يكتب باليوتيوب ويطلع له. شوفوا رجله، تحاجيل، هذا متحاجيل. طبعا هذا سميناه توماس، وعندنا بالسطح اسمه ويفر، اسم راح نشوفه. هذا توماس واللي بالسطح ويفر، وهذا بعد ما مسمينا اي شيء. شوفوا، ان شاء الله كل 3 ايام نسوي فيديو، او كل يوم اذا تريدون اكتبونه بالتعليقات على ما يكبروا. وهذا طلعناه للشمس حتى يتشمسن، كل يوم يفد 10 دقائق تطلعه للشمس حتى لا يتمرضن ولا اي شيء. وانا حاليا خالهن كارتون، هذا كارتون مالهن، هاي هيك خالهن، هسه ما اريد اخليهن جوا لان توني طلعتن على الشمس. هنا مكان احسن، وتغطي هذا الكارتون حتى لا يبردن، لان القفص يدخل منه هواء ويصير بارد ويتمرضن، ماشي. ان شاء الله مثل ما قلنا اسبوع ونعزلهن حتى الافتهن يصير اكثر. وهذول ان شاء الله ما يشوفون الطيور لحد ما يصيرون مخلف حتى يبقون اليف اكثر. هسه راح نصعد للسطح ونشوفكم الطيور البقية. السلام عليكم، نورتوا شباب، رجعنا وياكم بتكمل الفيديو. هاي الطيور برا، وهاي البصراوي الاصفر، فتحنا جنحة حتى نعلمه للسطح. لوت هذا، شفت شلون يلعب؟ خليه نطيكر حتى ينزل. انا طبعا جبت الشرطة اللوت، بس راح ينزل. نطيه دخن، خلينا نجيب دخن. هاي بعد شي نزل لوت فول. هاي الطيور، ما شاء الله خوش طير، شوفوا ما يقدر ينزل. طين دخن اكثر، ليش نطيهن دخن؟ حتى لا يشبعن. الطير ما يشبع بساعة اذا تنطيهن دخن.
شوفوا هاي الطيور مجوعة. ماكو بالجو لا غريب ولا شيء، هاي الجو شوفوا ماكو غربة. دبل هنا كل نشوف بس ينزل لو يبقى هناك. هاي سالفته يطول، خلي هو ينزل براحته لان الطير بعد ما متعلم علينا. ماشي نقطع ونرجع. هاي زاد الغريب يريد ينزل وما يقدر. شفتوا صاير كلبته ما يقدر ينزل. وعندنا هذا همينه اصفر، مو كل شلوت هذا، هاي الاصفر همينه بصراوي همينه بس مو كل شلوت. هاي عنده طير الاليف اسمه ويفر، اللي ما يعرف خلي يشوف فيديوهاتنا القديمة يعني قبل اسبوع ناشرينها. هذا بعد شي نزله نكمل الفيديو ان شاء الله غير ايام ونطيرها. ولهنا ينتهي حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ليصلكم كل شي جديد. شكرا للمشاهدة. طبعا عندنا بس هاي القناة وما عندنا قنوات ثانية. شفت باليوتيوب اكو فانزات هم سمين قناتهم تومس ويفر ومخلين صورة ويفر وينشرون فيديوهاتنا، بس هذا القناة الوحيد عندنا باليوتيوب. ماشي